بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 117. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله في نهاية حلقتنا السالفة أن لكل جسد حاجة إلى طعام وسماع وفكر وآداب وتربية، فمن أخذها من مأخذ باطل لم يبقى في قلبه مكان لسماع القرآن والسنة وتربيتهما، قال: ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن التشبه بالكفار، وهذا الذي ذكره هنا مثال يوضح ضرر التشبه بهم، من ناحية أن الجسم بحاجة إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى السماع والكلام وغير ذلك. نعم. فإن غذي بطعام طيب وشراب طيب وسمع كلاما حسنا وتكلم بكلام طيب كان ذلك محمودا ومنتجا ومثمرا له ولمجتمعه. وإن كان هذا الطعام الذي يتغذى به الجسم والشراب من الخبائث المحرمات، فإن الجسم يتغذى تغذية خبيثة. نعم. ولهذا جاء في الحديث: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وكذلك إذا سمع الكلام الباطل واللهو وفضول الكلام الضار، فإنه أيضا يتغذى سمعه بهذه الأشياء ويصل إلى قلبه، لأن صلاح الجسم يسبب صلاح القلب من الناحية الصحية. نعم. ومن الناحية المعنوية، فإن القلب يتأثر بما يسمع خيرا أو شرا، والقلب أيضا يتأثر بما يتغذى به الجسم من طعام وشراب، فهو يؤثر على القلب إما أثرا طيبا إن كان هذه المواد من المواد الطيبة المباحة، وإما أن يتكون القلب فاسدا إذا تغذى بهذه الأغذية الخبيثة الضارة. هذا مثال. نعم. للسنة والبدعة، فالمسلم الذي يتغذى ويتربى على السنن والطاعات لا شك أنه يحيا قلبه، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا تغذى بما هو طيب من المآكل والمشارب وسمع الطيبات من الكلام فإن هذا القلب يكون قلبا طيبا لا يصدر عنه إلا الخير. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشحث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فدل هذا على أن التغذية الطبيعية تؤثر على الجسم وعلى القلب، وبالتالي تؤثر على قبول الدعاء من الله جل وعلا، فلا يقبل دعاء من تغذى بالحرام، فهو يمنع الحرام، يمنع من التغذي بالحرام، يمنع من قبول الدعاء، كما في هذا الحديث الصحيح. كذلك السنة والبدعة، من تغذى بالسنة ونشأ عليها وحافظ عليها صار طيبا، وصار كل ما يصدر عنه من الأعمال والأقوال طيبا. وأما البدعة فإنها ضد السنة، إذا حلت في الإنسان وفي قلبه وفي المجتمع فإنها لا تجتمع هي والسنن. ولهذا جاء في الحديث: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع منهم من السنة مثل إلا نزع عنهم من السنة مثلها. فلا يجتمع خبيث وطيب، ولا يجتمع حق وباطل، إلا ويتغلب أحدهما على الآخر بلا شك. فهذا مما ينفر من البدع، وأنها تقاوم السنن، وأن المبتدعة لا يريدون السنن، كما أن أهل السنة لا يريدون البدع. فهذا مما يحذر من البدع والتهاون بها، ومما يحذر من التشبه بالكفار، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا، منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. نعم، هذا كما سبق أن الشريعة جاءت بالنهي عن البدع، وحذرت المسلمين خصوصا ولاة أمور المسلمين وعامة المسلمين من البدع والتشبه بالكافرين، لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي لا تقتصر على أن الإنسان يخرج لا له ولا عليه، بل إنه يخرج وعليه، عليه من الآثام وهجر السنن وعمل البدع وإحياء البدع والدعوة إليها ما يكون به من أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الأثر: من أحب قوما حشر معهم. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب يوم القيامة. فهذا كله يحذر من موالاة الكفار والتشبه بهم والتهاون بالبدع في الدين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما. يقول الشيخ رحمه الله: إن القلب لا يتسع للبدل والمبدل. نعم. وبناء على ذلك أو هذا يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، أي بأعياد المشركين، يومين، ولا يجتمع البدل والمبدل، لأن كلمة أبدلكم يدل على ترك المبدل منه، وهو أعياد الكفار، فلا يجتمع في الإسلام أعياد الكفار وأعياد المسلمين. نعم. قال: فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا عن الاغتذاء أو عن كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية. كما سبق أن الجسم والقلب إذا أخذ حظه من الغذاء فلن يقبل غذاء آخر، فإذا غلب عليه الغذاء السيء من البدع والمحدثات والمنكرات والمعاصي والشهوات المحرمة لم يبقى فيه محل للأشياء الطيبة والأعمال الصالحة والعلم النافع، فقد يمتلي من الباطل فلا يقبل الحق، وقد يكون فيه شيء من الباطل فينقص فيه الحق بقدر ما فيه من الباطل. فالحاصل أنه لا يجوز التساهل في هذا الأمر، ويقال هذا أمر سهل، لأنه يقاوم الحق، الباطل يقاوم الحق سواء كان قليلا أو كثيرا بقدره، فالباطل يقاوم الحق، هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أن الباطل وإن كان يسيرا فإنه ينمو. نعم. ويزيد حتى يتكامل، وحينئذ لا يبقى للحق مجال في قلب المؤمن أو في المجتمع المسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال: فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر. نعم. الإنسان قد يغفل عن الباطل أو يتساهل فيه ويقول هذا أمر يسير، ثم يتنامى فيه الشر والباطل، ثم بعد ذلك يخلص للباطل، فلا يتساهل في هذه الأمور، وليكن المسلم دائما على حذر، والقليل يجر إلى الكثير، والقليل وسيلة إلى الكثير. نعم. قال: كما يفسد جسم المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. نعم. كما أن من يأكل الحرام ويتغذى به يفسد جسمه، يفسد فسادا حسيا بالمرض والآلام التي قد لا يعثر لها على علاج، بل تستعصي وتقتل صاحبها. وكذلك المرض المعنوي، وهو مرض القلب، وهذا أشد من مرض الجسم. مرض القلب، القلب يمرض بالمعاصي، يمرض بالشهوات المحرمة، يمرض بالتشبه بالكفار وبمحبة الكفار، حتى ربما يختم عليه فلا يبقى فيه مجال للحق. نعم. قالوا: بهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. بعض ضرر البدع، وإلا فضررها كثير، لكن هذا بعضها، أنها تقاوم السنن فلا تجتمع هي والسنن، وهذا شيء مشاهد في المبتدعة الآن. نعم. فإنهم إذا ذكرت السنة نفروا. نعم. وإذا ذكرت السنة فإنها تتغير وجوههم، وقد يتكلمون بكلام سيء، وإذا ذكر الباطل فرحوا بذلك، كما قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا في المشركين، وكذلك في أصحاب المعاصي وأصحاب المخالفات التي دون الشرك، فإنهم لا يقبلون أن أحدا يغير عليهم أو ينكر عليهم أو يريد أن يقتلع ما في نفوسهم من الباطل ويحل محله الحق، لا يريدون ذلك، بل يثقل عليهم الحق، وإن سمعوه وسكتوا فإنما هذا مجاملة لا قبولا له. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره اتفاقا،
واجتماعات وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه. نعم، رجع الشيخ إلى الأصل الذي هو يبحث فيه، وهو التحذير من أعياد الكفار. قال لأن القلوب تتطلع إلى الأعياد دائما وأبدا، حتى من أول السنة تتطلع متى يأتي اليوم الذي يكون عيدا ولو في آخر السنة، لما تجده النفوس من الراحة في العيد ومن الملذات والشهوات ومن الفراغ وغير ذلك، فهي تتطلع إلى هذا العيد. وهذا شيء جبلت عليه النفوس البشرية، فلذلك الله جل وعلا من أجل اقتلاع ما يكون في العيد من شرور شرع ذكر الله في العيد. فلذلك نجد أن عيد الفطر المبارك فيه التكبير، وفيه صدقة الفطر، وفيه صلاة العيد. فالله جل وعلا شرع لنا في العيد أن نحييه بذكر الله عز وجل بدل أن نحييه باللهو واللعب. كذلك في عيد الأضحى فإن فيه من العبادات الشيء الكثير، فيه التكبير، وفيه رمي الجمرات والمناسك التي تؤدى في يوم العيد، مناسك الحج، وفيه ذبح الهدي، وفيه ذبح الأضاحي في الأمصار. فالله جل وعلا جعل العيد موسما للعبادة والذكر لئلا يستغل للباطل كما يفعل الكفار في أعيادهم. فإذا المسلمون أغنياء بما أعطاهم الله من هذين العيدين العظيمين، وأغناهم بذلك عن أعياد الكفار التي فيها اللهو وفيها الغفلة عن ذكر الله عز وجل وفيها الباطل، حتى إن الله سماه زورا كما مر في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك أعياد الكفار فهي زور، بخلاف أعياد المسلمين فإنها ولله الحمد حق وتوحيد وذكر لله عز وجل، فكيف يستعاض بالباطل ويجعل محل الحق أو يجمع بين الحق والباطل؟ فالمسلمون يعملون الأعياد الإسلامية والأعياد البدعية والأعياد الشركية، هذا لا يكون أبدا، هذا خلط ولبس بين الحق والباطل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات. وإن كان بعض الجهال الآن يريدون أن يجعلوا العيد عيد المسلمين مشابها لعيد الكفار مما يجري فيه من اللهو واللعب وحتى أمر الباطل، فإنهم يجلبون المشعوذين وأعمال السرك الذي هو السحر التخييلي، فهذا مجارات لأعياد الكفار. يريدون أن يحولوا أعياد المسلمين من كونها أعياد عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى وشكر له على نعمه، يحولونها إلى أعياد تشابه أعياد الكفار والمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على عقلاء المسلمين وولاة أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يحفظوا أعياد الإسلام من أن يدخل فيها الباطل حتى تكون مشابهة لأعياد المشركين. لا شك أن العدو إذا أيس من أن يلزمك بأمره وشأنه فإنه يحاول أن يفسد أمرك. فلما رأوا في المسلمين أنهم لا يقبلون أعياد الكفار حاولوا أن يحولوا أعياد المسلمين
إلى ما يشبه أعياد الكفار حتى لا يكون بينهما فرق. نعم أحسن الله إليكم. هذا الشيخ معنى يغفر عنه كثير من المسلمين أن الأعياد في الإسلام الأضحى والفطر أنها أعياد شرعية ومناسبات دينية. نعم هي أعياد شرعية ومناسبات دينية لذكر الله عز وجل لما شرع فيها، لا مانع أن المسلمين يستريحون ويأكلون الطعام ويفرحون بفضل الله ويشكرون الله. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، لكن لا يخرج هذا إلى طور المشابهة للكفار من إعلان الفسق وإعلان الغفلة وإعلان اللهو واللعب الكثير الذي يأخذ الوقت ويسفه العقول. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأقامت فيه أي الشريعة في العيد من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق كما دل عليه قوله تعالى وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نعم فعيد الحج عيد الأضحى هذا أكبر الأعياد لما فيه من عبادة الله عز وجل، فالحجاج يؤدون المناسك في هذا اليوم، ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر لأنها تؤدى فيه مناسك الحج الأربعة التي هي رمي الجمرة وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذه أعمال يوم العيد وهي شاغلة له كله، وكله معمور بذكر الله عز وجل. وأما في الأمصار من غير الحجاج فهم يصلون صلاة العيد في مجمع واحد ثم يذبحون هديهم يذبحون أضاحيهم ويقيمون الشعيرة الإسلامية ويحيون سنة أبيهم إبراهيم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيأكلون ويفرحون ويتصدقون من هذه الأضاحي ويكبرون الله عز وجل لأنها أيام تكبير أيضا. فهذا شغل المسلمين في العيدين الشريفين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية. نعم ما وسع فيه على النفوس من العادات الطبيعية من الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. انظر لم يقل أيام أكل وشرب فقط، بل قال وذكر لله عز وجل، فقرن ذكر الله مع الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يعينان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في عيد الفطر فإن المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يخرج إلى المصلى قبل أن يخرج يأكل تمرات عليه الصلاة والسلام، وسن لأمته ذلك أنهم يأكلون ثم يعملون الطعام بعد صلاة العيد، وهذا مشهور عند المسلمين ولا يزال ولله الحمد يعملون الأطعمة الطيبة ويخرجونها في الأسواق وفي التجمعات ويأكلون ويشربون إظهارا للفطر وفرحا بنعمة الله عز وجل. نعم قال فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله. نعم إذا زيد على هذين العيدين أعيادا أخرى وتعطى فيها النفوس ما تشتهي فإنها حينئذ ترخص عندها الأعياد الشرعية الشرعية. فلذلك لا يشرع العيد إلا في هذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد سوى هذين العيدين إلا عيد يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع تؤدى فيه صلاة الجمعة جماعة وفيها خطبة وتذكير وفيه تبكير للمسجد وذكر لله عز وجل، فهو عيد عبادة وفيه دعوة مستجابة في هذا اليوم. نعم. قال وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم إذا جعل لها أيام غيره.
نعم، إذا جعل للمسلمين أعيادا غير العيدين زال ما شرعه الله في العيدين من المحبة لهما والتعظيم، تعظيم الله عز وجل والذكر، فلا يبقى لهما معنى. نعم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت النفوس خسرانا مبينا. نعم، هذا نتيجة أننا لا نقتصر على العيدين الشريفين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أن هذا يقلل من أهميتهما ويصرف القلوب عنهما فلا يحصل المقصود. ولو يقال أنه يعمل في هذه الأعياد الزائدة ما يعمل في العيدين فهو زيادة خير، فنقول هذا بدعة وليس خيرا، لأن البدعة ليست خيرا. فإذا جعلت أعياد يذكر الله فيها ويتعبد له في غير العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا ابتداع في الدين، وهذا يحدث شرا وقسوة في القلوب، ويحدث جراءة على دين الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، كان هذا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. في نهاية هذه الحلقة نشكر شيخنا الكريم ونشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.